يسعد مساك يا استاذ فرغالي. اهلا اهلا ام ظريفه، اتفضلي اتفضلي. ازيك يا ظريفه؟ ان شاء الله تسلم يا عم. احنا يا اخويا لقيناك ما بتسالش لا انت ولا سلامه، قلنا نسال احنا. فيك الخير، اعمل لكم معايا كوبايتين شاي انا مولع عليه. اي حاجه من ايدك حلوه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. يا لهوي يما، شفتي الراجل وشه اصفر ازاي اول ما شافنا؟ شكله شال الجوازه من دماغه. الكتم يا بيت، هو يشيل الجوازه من دماغه احنا نرجعها له. قوم يا بيت قوم شيلي شاي من عمك. تسلم ايدك يا بنتي، انسته وشرفته. معلش احنا مقصرين شويه في حق العروسه، بس انتوا عارفين الظروف. خير يا اخويا، عديت على الدكان لقيتها مقفوله، قلنا نعدي نطمن. لا ما فيش حاجه، اصل انا لقيت الدنيا نايمه قلت اطلع اتغدى واريح شويه. طمنتني، الهي ربنا يطمن قلبك دنيا واخره. امال يعني ما بتسالوش علينا ليه لا انت ولا سلامه؟ ده حتى ظريفه قلبه دماغي عماله تقول سلامه ما بيسالش عليا ليه ياما، سلامه ما بيجيش ليه ياما، مش كده يا بت؟ ايوه كده ياما. اصل سلامه تعبان شويه فانا قلت نستنى لغايه ما يروق. ونستنى ليه؟ ما مراته تبقى جنبه تخدمه وتراعيه وتاخد بالها منه، ومنك انت راخر. ده انا قلبي وجعني وانت قايم تعمل لنا كوبايتين الشاي، ما هو الراجل راجل برضه. اصل انا قلقان على سلامه ومستني لما يشد حيله. عندك مواعين في الحوض؟ نعم. عندك حلل ولا اطباق عايزه تتغسل؟ ما انا عارفه ان انت وسلامه لوحديكوا. ظريفه قومي يا حبيبتي خشي المطبخ، لو لقيتي حاجه عايزه تتعمل اعمليها. ايوه يما، بس بس ايه يا بيت؟ مطبخ عمك بكره هيبقى مطبخك. يلا يلا قومي. حاضر. ملوش لازمه ملوش لازمه يا ظريفه، احنا متعودين نعمل كل حاجه. متعودين متعودين واحنا موجودين. انا بوزع البيت عشان عايزاك في كلمتين. خير؟ هو انتوا يا اخويا صرفتوا نظر عن الجوازه؟ لا ازاي، واحنا هنلاقي احسن من ظريفه لسلامه؟ بس يعني زي ما انت عارفه عشان سلامه احنا جهزنا كل حاجه، وبستاذنك يعني لو نخلص الموضوع بقى ونكتب الكتاب ونفرح بالعيال. ايه رايك في الخميس اللي جاي؟ الخميس الجاي ده يعني بعد بكره هنلحق نعمل حاجه؟ واحنا هنعمل ايه يعني؟ على الاقل الفرح. هتدفع قد ايه في الفرح؟ اهي الفلوس دي هتنفعهم في بيته، واذا كان على العروسه احنا هنفرحها. بكره هنجيب طبله ونرقص ونغني ونهيص لها، ويبقى بقى كتر الف خيرك لو اديتنا 100 جنيه نجيب حاجه ساقعه وخلاص. قلت ايه يا ابني؟ انا كل همي ان اطمن عليك وعلى بنتي. ما تخافش يا عمي، انا هخاف على عزه اكتر ما اخاف على روحي. اللي انا شايفه ما بيقولش كده يا عماد. بص يا ابني، انت دلوقتي راجل بتبني بيت، واللي كنت بتعمله زمان ما ينفعش تعمله دلوقتي. معاك حق يا عمي، انا خلاص نويت اشيل ايدي من حكايه سعيد دي خالص. انت واد، انت بتعممني ولا بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ ازاي وانت طالع معايا اسكندريه؟ ما هي قربت تخلص، ما انا ما ينفعش اسيبه في نص السكه. يا ابني هتروح في داهيه؟ فضك من الشغلانه اللي انت بتعملها دي، ارجع شغلك بقى وعيش على قدك واخلص. يا حبيبي يا حبيبي، الطمع اخرته وحشه. والله يا عمي والله ما طمع، انا بس صعبان عليا اسيب سعيد بعد وقفته جنبي. هقول لك ايه، انا عارف ان انت واد طيب وابن حلال، وده اللي خلانا ارجع لك البيت. خش يا مراتك يا ما تخش، ما تضيعش وقت. نعم. مساء الخير. مساء النور. الأنسة منال موجودة؟ إبراهيم، حد شافك وانت طالع يا هيمة؟ لا. طب خش خش يا بنت الحلال، خلينا نسمع كلام أبوكي ونرجع شقتي وننسى سعيد وفلوسه. وكل اللي عملناه يروح بلاش؟ يا عزة يا عزة، انت عايزة ايه اللي يجرالنا تاني؟ يا عماد يا حبيبي، احنا عملنا كل اللي علينا، انت عملت لنا موضوع الارض وانا عملت لنا موضوع ابراهيم، يبقى ما فاضلش غير ان احنا نقبض. يا عزة انا خايف عليكي اكتر من نفسي، وسعيد ده سكته كلها مصايب. ما المصايب خلصت خلاص، ما فاضلش غير ان احنا ناخد حقنا. لو انت فاكرة ان سعيد شايف ان احنا لينا حق عنده، تبقي بتحلمي يا عزة، انسي. امشي ورا الكذاب. المشي ورا الكذابين بدخل السجن. انت قلبك ضعيف يا عماد، والدنيا دي عايزة القلب الجامد، هو اللي يعرف يكسب. مش رايحين اسكندريه يا عزه، وده اخر الكلام. عشان خاطري يا عمده، حتى خليها اخر مره، بعد كده ما تسمعش كلامي خالص. دي بقى مشمش ام عيون جريئه،
تدي الرمش ما ينحرمش. اما دي سوها تضرب بلانس في الهوا ما تقولش لعدوك عليه. اما المربرب الجميل ده زوبة بيدور من اول زقة. والواد ده بقى فلافيو غاوي كورة بيشوط في الجون على طول. ها ايه رأيك بقى يا هيمة؟ ده كل اللي عندي، اختار وقولي. كلهم اختارهم كلهم. كتير عليك يا وحش. انا عايز الليلة بقى شهريار، كل النسوان اللي في البيت ده بتوعي يدلعوني ويزبطوني لحد ما اشبع. ده انا هعمل لك ليله ما اتعملتش قبل كده، بس انت وريني جمالك وانا هبسطك. ده انا هوريك ليله محموحي. يلا يا بنات، ابراهيم باشا عايز ينبسط. يلا حماتك جت هنا ومستعجله على الجواز. ما انا اتفقت معاها على كل حاجه. هو انت رحت لها؟ رحت لها من يومين وهي موافقه وزي الفل. ما قالتليش. انا ما رضيتش اديها كلمه لما اعرف رايك ومشورتك. وهي دي محتاجه مشوره برضو يا اسطى، بس اوعى تكون قلت لها كلمه زعلتها. لا لا لا، وانا ازعلها ليه؟ ده الناس سترن على الاخر. انا كنت عارف ان عزه بتحبني قوي. مال عزه ومال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ ازاي يعني يا اسطى؟ ده عزه هي كل في الكل، كمان بعد ما طلعت من عماد ده بقت كل حاجه تمام التمام. يا ابني ما تستنى تقف في حته، خليني اعرف اكلمك. مين بقى اللي قال لك انها اتطلقت؟ مش انا قلت لك؟ ايوه قلت لي، بس طلع الكلام مش صح. هي شكلها كده زعلانه مع عماد. لا عماد ايه بقى، ما خلاص انسى يا ابني. فوق انا شايفهم بعينيا دولت بيركبوا العربيه مع بعض، عزه وسعيد وعماد. فوق لنفسك بقى يا سلامه. عزه هربت تاني؟ هربت ايه يا ابني؟ عزه هربت تاني؟ سلامه انت ده سلامه. استنى يا سلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا استاذ فرغالي، اتفضل. يزيد فضلك. السلامه ما عداش عليكم؟ والسلام هيعدي علينا ليه دلوقتي يا اخوي؟ اصله سابني وجري، فقلت اكيد يبقى جاي على هنا. مين الاعتدال ده؟ الاستاذ فرغالي بيسال على سلام. تعال تعال يا استاذ فرغالي، ليه معاك كلمتين؟ تعال. لا مؤاخذه يا معلم، اليوم كله كومبليت، فوت علينا بكره. هو كده اغنيه. ايه يا نانا؟ انت مش ناوي تدوبي ولا ايه؟ انت مش عارف ان انا طول عمري ما بحبش قله الادب؟ يوه يا باشا، هي فين قله الادب دي؟ امشي يا بنت قدامي امشي. يا اخويا اوكي، ما تزوقش كده يا لهوي. والله العظيم ما لحقت اعمل حاجه. يلا قدام يا اخويا. تمام يا فندم. اهلا. هو انت يا باشا، هو انت بتشتغلش غير عليا انا ولا ايه؟ امال فين بقيه الرجاله وليه؟ مفيش حد يا باشا، دايما واخد اليوم كله لوحده كومبليت. لوحدك؟ الحكايه زادت عن حدها قوي يا فرغالي، وانا حايش نفسي بالعافيه ان ابلغ في ابنك العباسيه. ما كانش العشم يا اسطى، الواد تعبان شويه، وان شاء الله ربنا هياخد بيده ويشفيه. وانا خلاص خلاص هجوزه. تجوزه ما تجوزوش، انا ماليش فيها يا فرغالي. ابنك لف الحاره كلها قال ان بنتي اتطلقت. لو عزه دي بنتك ترضى لها. ليك عليا ما خليهوش يهوب ناحيتكوا خالص بعد كده. بس وحياه العيش والملح، فضك بقى من حكايه العباسيه دي. ماشي ماشي يا فرغالي،
بس لو قال على بنتي كلمة يبقى مفيش عليا ملامة بقى وعداني العيب. ربنا يكرمك يا اسطى ويكفيك شر اللي أنا فيه. المهم بقى أشوفه راح فين. ولا ده كار انت بصحيني من يوم؟ لو صحيت من يوم تاني هعورك. يا عم قوم بقى في مصيبة. اه انت مشكلك كان جاي النهارده. بسم الله انت على دخلتك اللي كلها خمسينات وميات. في يا عم؟ اصحى يا عم وفوالي. الواد راح شقة من ياهم وبلوس الاداب كبس عليه ونزل من فوق بالمراية ملفوف. احلى مالنا انت بلغ البرنس وهو يتصرف. موبايله مقفول يا قاور، هنعمل ايه؟ لو ما عرفش هيعمل لنا فيلم. انا مش شايفها كبيرة يعني. عشان مخك ظلم ومصدم. الواد ده لما يتمسك يبقى الشغلانة قضيت يا فالح والسبوبة راحت يا قاور. الموبايل اهو. اب بقى والله شاطر تضيع فلوسك على النسوان وبس. يا حسولة اب منين؟ ما انت شايفنا من غير هدوم. من غير هدوم اه، بس في حاجات تانية. هتعمل بيها ايه وانت من غير هدوم؟ لا دي حاجات غالية قوي. غالية؟ خلاص خليك لغاية الصبح لحد ما تتعود على الباش، ولا حد يجيب لك محامي ولا لقمة تاكل. ولا اقول لك ما تتكلم في الساعة، يمكن حد من اهلك يجي ويكلمك. اتفضل ساعي. انت حبيبي خد هات. الو ايوه مين؟ ايوه يا ابراهيم انت فين؟ وايه الرقم ده؟ يا نهار اسود. طيب طيب مش هقول لها. حاضر حاضر هكلم صلاح دلوقتي. باي باي. لو عايز تتكلم في التليفون تاني تبقى نادي عليا. قول يا حصون. منين؟ ما انت قشطتني. قشطتك ايه؟ ما في حاجات تانية يا اخويا اهو. ولا اقول لك انا عندي ضمير، انت كده ليك مكالمه عندي عشان نبقى خالصين. ماشي يا حبيبي. يلا يا اخويا خش شغف جوه. تعال خش خش. البرنس موجود؟ لا مش موجود. طب لما يجي يقولوا له يتصل بمحمد الدكر ضروري. طب انا بخاطرها. ايوه. هو الواد ده مش كان محبوس؟ لا يا ستي خرج. خرج هو عايز البرنس في ايه؟ احنا شغالين مع البرنس. شغالين في ايه؟ ما تاخد وتدي معايا كده، مالك بتقطم ليه في الكلام؟ اصل في حاجه مهمه حصلت وعايز اقول له عليها. ايه بقى اللي حصل؟ وقفت ليه يا سعيد؟ على بس ها آه. ايه رايكم؟ راينا في ايه؟ في الارض. انا اشتريت الارض دي وهبني عليها بنزينه. بس دي صحرا وبعيد. معلش يا برضو قريبه للشارع، العربيات رايحه جايه. ودفعت فيها كتير؟ تقريبا كل اللي معايا، فلوس الارض وفلوس الشبكه. طب يلا بينا. اهلا 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 بالمؤدبين. اهلا وسهلا. ايه اللي عمل في جتتك كده يا هلا؟ يا باشا ما انا محبوس مع مجرمين طول الليل بتخانق. افتح المحضر يا ابني. اللي معاه بطاقه يطلعها، وكل واحد يمليني اسمه وسنه وعنوانه. انا معايا بطاقه. وانا معايا بطاقه. وانا معايا بطاقه. وانا معايا بطاقة. وانا معايا الرخصة. وانا معايا بطاقة امي. طبعا انت الوحيد فيهم اللي ما معاكش بطاقة، مش كده؟ يا باشا صلاح بيه هيجي دلوقت وحضرتك هتعرف ان مظلوم. لعلمك لو جاني وزير الداخلية مش هسيبك. تعال امضي هنا. امضي على ايه؟ وحضرتك سألتني في حاجة؟ وانا لازم اسألك؟ ده محضر تلبس يا رحم امك. طب ممكن اكلم حضرتك كلمتين على انفراد؟ ليه؟ في بينا اسرار ولا حاجة؟ يا باشا ده موضوع سري للغاية. سري للغاية حلاوتك. ده انت يا مكتين. قول يا حبيبي تعال. انا ابراهيم حافظ اخو السيد حمادة حافظ ابو العباس، العميل السري في المخابرات العامة المصرية.
خير؟ تخريطة كده شكلها فيها كلام. مع الباشا عند وقت نمسك في شقة مشبوهة، وبيقول إن أخوه شغال في المخابرات العامة. أه؟ الواد ده اسمه إيه؟ وأخوه اسمه إيه؟ إبراهيم حافظ أبو العباس، وأخوه حمادة حافظ أبو العباس يا فندم. بقول لك إيه؟ خليه عندكم، ما تقرص عليه، وأنا أشوف الموضوع ده وأجي لك. أوامر ما عليك. بعد كل اللي جرى لنا ده لا خدنا أبيض ولا أسود. أنا كنت عارف إن ده اللي هيحصل من الأول. أنت اللي كنت عشمانة. كل الناس خدت عرقها، عمي شكري ومعزيم، ما عدا احنا اشتغلنا ببلاش. هو ده سعيد، طول عمره ما بيفكرش غير في نفسه. اشطب تسمع كلامي بعد كده. استني انا اللي هفتح. سلامة، ايه اللي جابك هنا؟ جاي تموتني تاني؟ عزة، انت فين يا عزة؟ ما تسيبيني وتروحي لعماد؟ مش كنت خلاص طلقتي؟ انت هتعملي فيها مجنون؟ عماد بلاش يا عماد! هو ده بقى؟ هو ده معليك. طب طلع لي الاسود بره، وانده لي تامر وحسين بسرعه. يلا على بره. ربنا يخليك لينا يا معالي باشا، ربنا يكرمك. ناديلي تامر وحسين بسرعة. تعالى تعالى تعالى، انت رايح فين؟ انا قلت النسوان بس اللي تطلع بره. هو انت نسوان ولا ايه؟ عشان افتكرت حضرتك انا معاهم. لا يا حبيبي، انت حالة خاصة. تمام يا فندم، تمام يا فندم. قلت لي اخوك بيشتغل فين بقى يا روح امك؟ ابراهيم. بالراحه، جسمي كله مكسر. مالك في ايه؟ شوفي لي الاسم صلاح ده فين. مش مصدقين ان انا حماده هيبهدلوني. كلمت موبايله مقفول، بس انا كلمت المحامي وقال لي ان هيجي لك على النيابه. يا ست سيبيه بقى، خلاص بقى سيبيه. مش مهم الزفت، المحامي ابو اختص واطلعي صلاح بقى. ادي المكنه يبقى في الحته دي، بعد المساحه دي تبقى العربيات تاخد 150 متر. عايز اعملهم نفس الفكر بتاع بره كده. بس انا كنت عايزك تسالني على حاجه، يعني لو احنا جبنا توكيل ممكن يشيل التكاليف ولا ده يبقى صعب؟ انا عامل هنا مكتب، خلي بالك. مالك يا عز؟ عماد زعلك تاني ولا ايه؟ بصراحه عماد ما زعلنيش، انت اللي مزعلنا احنا الاثنين. بس يا عز مش وقت الكلام ده. انا مزعلكم انتوا الاثنين في ايه بقى ان شاء الله؟ كنا فاكرينك هتقدر وقفتنا معاك، خصوصا بعد البهدله اللي بهدلناها بسببك. انا مش قلت لك بس يا عز؟ استنى يا عماد، وقفتكم جنبي على راسي يا عز وشايلها بجميل. يا فرحتي بالجميله اللي انت شايلها. وبعدين بقى خش جوه، عايز اشوف وراك ايه. هو انت مالك مراعيه كده ليه؟ اذا كان هو مش مراعي غير روحه. انت اتجننتي؟ قومي خش جوه. مش هخش يا عماد، والكلمتين اللي انا عايز اقولهم هقولهم. ما انتيش قايله اي كلمه، واللي بقوله تسمعيه. هو انت بتزعلي يا عماد؟ بزعلك. بس 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 ما ينفعش تخانقوا بسببي. لعلمك بقى يا سعيد، كل المشاكل اللي احنا فيها دي سببها انت. انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ اخرصي. ما ينفعش كده يا عماد. اتفضلي معايا. صلاح بيغازي موجود؟ موجود يا فندم، وفي انتظار حضرتك. اتفضلي معايا. اتفضلي يا سمحت. بعد اذنك، هو استاذ صلاح فين؟ مش عارف. طب لو سمحت ثانيه واحده، ثانيه واحده. مبروك. انا عاوزك تفضلي نايمه على ظهرك، وكتبت لك على شويه فيتامينات، واهم حاجه الراحه. بس انت حامل يا عز؟ لا انا زعلانه منك، انت زعلانه قدام سعيد. انا اسف يا حبيبتي.
اوعدك مش هعمل كده تاني. ممكن بعد اذنكم هوصل الدكتور وارجع لك تاني بسرعه. اتفضل يا دكتور. هيا عماد خير عز مالها. هقول لك كام يا دكتور؟ 150. اتفضل يا دكتور. استنى لا ما صح هيجيب زياده انا لازم اطرح. اتفضل يا دكتور. شكرا. اتفضل. ايه يا ابني في ايه؟ سعيد عز حامل يا راجل. الف مبروك يا صاحبي. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات واك واك. مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا سعيد. معلش اتأخرت عليكي بس حضرتك جاي من غير ميعاد. أنا كنت جاي أسأل على صلاح بيه غازي. أنا صلاح غازي. أي خدمة؟ فين يا سلامة؟ دوختني عليك يا ابني. ومين اللي عمل فيك كده؟ عماد ضربني يا اسطى. وانت كنت عاوزه يمس عليك؟ ما تفوق يا ابني وترحمنا من اللي انت بتعمله في نفسك وفيا ده. عزة خلاص رجعت لعماد. ما ترجع ولا تتحرق. عزة خلاص مش ليك. ما تقولش عليها كده يا اسطى. ما اقولش عليها ايه؟ عزة خلاص مش ليك. ما تقولش عليها تتحرق. انا عارف ان عزة ما بقتش ليا. عزة خلاص طارت بعيد. الله ينور عليك. إنما بقى ظريفة بنت حلال وكويسة وبنت غلب وحملت أسية وشبه عزة. شبه عزة إيه بس؟ شبه عزة. شبه عزة. نتكل على الله ونجوزها لك. ماشي إيه؟ أنت فاهمني يا ابني ولا رحت في دنيا غير الدنيا؟ متقولش كده يا اسطى. عيب عليك. انت عايز تجوزني ظريفة صح؟ صح. الله ينور عليك. ظريفة اللي شبه عزة. جري يا قطط لازق في ديه اللي رايح جاي. عايز ايه؟ عايزين المصلحة يا عصور. ده انت حبيبنا يا صور كرم. وايه المطلوب؟ الواد اسمه ابراهيم حافظ بتاع المخابرات. مخابرات؟ المخابرات ده هيطلع روح امه ومعمول له حتة قضية. سيادة العميد بنفسه اللي عامل له المحضر وماضي عليه. طب استأذن أنا بقى. استنى يا قطط مش لما تحلل المصلحة دي. يا عم حلال عليك روح. خبرات يا برنس. أنت متأكد إنه جوه اسمه إبراهيم حافظ؟ قلنا يا حاج. أمال اتأخروا ليه كده؟ شرفنا. دي العوائب سليمة. العوائب سليمة. أيوة يا جليلة أنا لقيت إبراهيم. لا لا ما تقلقيش لما أجي حابقى أقول لك على كل حاجة. ولا قدام النيابة وهو طالع ولا لأ؟ الله أعلم. هو والنيابة بقى. أنا عملت اللي عليا. أسيبك للبش بتاعك بس يا ريت تنساني لأن اللي حواليك جامدين قوي وأنا ضعيف. دي مخابرات. مخابرات يا عم. ايه يا حورية؟ اتأخرت كده ليه يا حبيبتي؟ قلقتيني عليك. ايه ده؟ انت بتعيطي ولا ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا ماما ما تقلقيش. أصل إبراهيم مسكين وزعلان عليه، صعبان عليا. زكي قال لي. مش أنت كنت هناك؟ ما شفتيش عمك زكي؟ معرفش بقى يا ماما يمكن أنا رحت من حتة وهو راح من حتة. أنا تعبانة هخش أرتاح. طب أقول لك إيه يا حورية؟ اطلبي صلاح يشوف حد من معارفه ويطلع اخوك. مش عايز اسمع اسم البني ادم ده تاني. ما تجيبيليش سيرته. يوه هو انتوا متخانقين مع بعض ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انتي شايفه اهو سايبنا وقافل موبايله، يعني وقت ما احتجنا له ما لقيناهوش. معلش يا حبيبتي ده شغل، شغل مخابرات. يوه انا داخله ارتاح. لا يا صلاح انا زعلانه منك. معلش بقى يا حاجه انت عارفه انا مشغول قد ايه.
عارفه عارفه كان الله في عونك. شغلتك صعبه يا ابني انت وابني. اصل انا كنت بصراحه بكلمك عشان عايزاك تكلم حد من معارفك كده يتوسط عشان ابراهيم مسكوه. ايوه عرفت، اتمسك في شقه مشبوهه. انت عرفت؟ انا عارفه انه غلطان بس مش هينفع يا ابني نسيبه كده. كمان عشان خاطري عاوزاك تكلم حورية، دي واخدة على خاطرها قوي منك. طيب مع السلامة. مع السلامة. اي حورية ازيك؟ عايز ايه سعيد يا برنس؟ مالك يا سعيد؟ في ايه يا اخويا؟ احنا كشفنا عواطف. حورية بتقول لي يا سعيد يا برنس. يا لهوي، يعني عرفت القصه كلها ولا عرفت لغايه فين؟ مش فارقه، اتساوت. طالما عرفت اسمي يبقى عرفت كل حاجه. الفلوس راحت يا عواطف. طب اهدى اهدى بس كده وفهمني. بس الفلوس راحت. يا علمني مش مسافر ولا بيشتغل في المخابرات وكل ده كدب في كدب. هو استغل غياب حماد عشان يعرف يسبكها علينا. طب ابني عايش ولا ميت؟ ان شاء الله عايش. لا محدش بيغيب عن بيته 5 سنين ويبقى عايش. لازم جرى له حاجه حبيبي يا ابني. قلت الدنيا نصفتك طلع ولا حاجه؟ عشان كده ما كنتش عايزه اقول لك، كنت خايفه. الغالي مات يا حوريه، ابني مات يا حوريه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صلاح. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صلاح. قلبي اهدى مصر قلبي اهدى. جرالك حاجه يا ماما؟ دخليني اوضه. اهدي والنبي رجليا مش والنبي يا ماما بتضحك. انا مش عارف اروح فين، وامي مش هينفع تشوف وش كده. عايز اقعد عندك يومين لغايه الموضوع ده ما يعدي. والله يا ابراهيم انت تأنس وتشرف، بس بصراحه مش هينفع. في حد جاي لك؟ لا الفكره مش في كده، انا اليومين دول مزنوق اصلي وبفكر اجر الشقه. يعني زي ما انت شايف الشقه كبيره وواسعه وممكن تجيب لي ايجار كويس اتسند عليه. انا ما كنتش اعرف انك واطي كده، كنت فاكر اللي ما معهمش بس هم اللي واطيين. بس طلع طبع. هاجي اوطى منك يعني؟ ما انت رحت شهادت على البنات عشان تخرج. وهم دول بنات؟ وبعدين هي مسابقه نشوف مين اوطى من التاني. خلص، عايز كام؟ 4000 جنيه. ايه ده غير ال 100 جنيه بتاعت اتحاد الملاك وال 20 جنيه بتاعت البواب. وانا لو ما كنتش صاحبك كنت قلعتني هدومي. يا لا مش انا اللي قلعتك هدومك يا هيمه. لا انت اللي عرفتني على منال اوكي وناديتها في الديسكو. لو ما كنتش عملت كده ما كانش ده كله حصل. يعني انا غلطان اني كنت عايز اخرجك من الجو اللي انت كنت عايش فيه ده؟ خلاص روح لامك بقى خليها تشوفك بمنظرك ده. لم نفسك تغور الشقه من وشك. خلاص ايه ده شويه، انت حبيبي برضو وانا بحبك، بس لحد بكره. بعد كده هتأجر يا تشوف مكان تاني تقعد فيه. هأجر، اللي نعرفه برضو احسن من اللي ما نعرفوش. الو هيا حورية. لا خرجت. ما هو مش هينفع اوريها وشي كده. ايه طب انا جاي على طول. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. انا كنت عارف من الاول انك هتفضل تحرك كده لحد ما تودينا في داهيه وبلغوا الحكومه. معرفش، يمكن طبعا زمانهم بلغوا وهيودونا كلنا في داهيه. انت طبعا معلكش اي حاجه، ما انت ما خدتش منهم ولا مليم، لكن انا خدت منهم ثمن الارض، وعزه خدت منهم الشبكه. يعني انا وهي اللي هنلبس اسود. يا ابني انت سودتها ليه؟ احنا لسه عرفنا حاجه. ما هي باينه زي الشمس، مش محتاجه مفهوميه. انت بس اللي دماغك مش جايبه. ضيعتني يا سعيد وضيعت مراتي. ايوه والو والو زي الحريم. ايه ده يا عماد؟ خلينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه يعني؟ هنلبس الاساور ميري والبدله الزرقاء وهنعفن جوه السجن ويا البق والبراغيث. روح يا عماد، روح. اما تبطل عادي يبقى تعالى تاني. روح. لا انا مش هسيبك، انت هتفضل معايا في كل حته وهعترف عليك وهقول ان انت اللي خططت ودبرت كل حاجه. ماما مالها يا حوريه؟ خير يا دكتور؟ اطمنوا، انا كتبت لها على مهدئ وحاجه ترفع الضغط. الظاهر انها زعلت شويه فضغطها انخفض وحصل في جسمها حاله الارتخاء دي. بس انصحكم لو فضلت على كده لغايه الصبح لازم تودوها لدكتور نفساني. حاضر يا دكتور. وحاولوا انكم تبعدوها عن اي حاجه توترها او تعصبها. اتفضلي. متشكرين قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا.
حصل لها ده بسببي مش كده؟ لا مش بسببك. الو؟ ايوه يا ضياء، كنت عايزه اصرف روشته وعايزاكي تبعتيها لي على البيت. عزه ايوه يا عمده. يلا لمي هدومك، احنا نازلين على مصر سعيد انكشف. ايه امتى وازاي؟ انت لسه هترغي؟ بقولك سعيد انكشف، يلا بينا على مصر بسرعه. استنى بس بشوف ايه اللي هيحصل. لسه هنشوف اللي هيحصل. انا وانت خلاص اللي شايلين الليله، سعيد ما لهوش اي حاجه وانت عارفين اسمك. يا ابني هم عارفين عزه بنت رجب بيه مش بنت اللص رجب. عزه انا مش عايز ابني يتولد في السجن. امسك نفسك شويه يا عماد وما تبقاش خواف، دلوقتي الموضوع خلص مش هنعرف ناخد منهم مليم تاني صح؟ لا مش صح، لاننا هناخد منهم 3 سنين سجن، انت في القناطر وانا في طره. انا سمعت كلامك بما فيه الكفايه ومش هسمع كلامك تاني. هو انا مش عملت محاميه واتاذيت بسبب الموضوع ده؟ عايزه تقولي انجزي؟ عايزه حقي من سعيد، نصيبي فلوس الشبكه. سعيد لو كان ماسك في الفلوس ايراد دلوقتي هيمسك فيهم 24، لان هم دول اللي حيلته. يلا بينا بقى على مصر. استنى بس يا عماد. استنى ايه؟ هناك اهلنا، هنا ما نعرفش حد. انا مش عايزه ارجع لحاره تاني، اقعد مع سعيد وهات لي حقي منه وتعالى نجيب شقه هنا. انا مش عايزه اسيب اسكندريه يا اخي. عزه روك اسمعي الكلام. اسمعي انت كلامي يا عماد، وان كنت اخواتي تحاسبه تقعد مع سعيد وتطلب منه حقنا، وبطل بقى يا شيخ الخوف اللي انت فيه ده. قصدك ان انا غبان؟ انا ما قلتش كده، انت عايز تعمل خناقه وخلاص وتطلعني غلطانه. يا عماد فكر في المصلحه. يعني كل دي كانت افلام وكان بيشتغلنا؟ يا ابن اللعيبه انت بتضحك. انا ما شفتش حد يتنصب عليه ويضحك. اصله لبسنا الايمه والوزها صايع. انت معجب بيه كمان بصراحه؟ بس احسن حاجه في الحكايه دي ان الفلوس طلعت بتاعتنا، لا فيها حكومه ولا حماده ولا صلاح. انت ايه كل اللي همك الفلوس واخوك ده اللي احنا مش عارفين طريقه؟ كانك بتقولي حاجه جديده. اخوكي بقاله 5 سنين ما نعرفش عنه حاجه. الحكايه دي باخت وملهاش طعم. انت ما عندكش قلب؟ لا عندي، بس كمان عندي فلوس كتير بتاعتي. وانا اللي كنت فاكراك هتروح تضربه ولا تقتله. فكك من الهبل ده. انت رايح فين؟ راح اشوف حكايه الارض دي صح ولا غلط، وعزه والشبكه حته من النصبايه ولا بجد. هتيجي معايا؟ هنروح فين وبعدين؟ ماما ماما خدت الدواء ونامت. خش غيري هدومك وتعالي نروح نشوف فلوسنا راحت فين. احنا جايين لحضرتك عشان قضيه الصحه والنفاذ المنقوله من صاحبه المكتب الاولانيه الاستاذه عزه لمكتب حضرتك. عزه مين وصاحبه مكتب ايه يا استاذ؟ واضح ان الموضوع فيه سوء تفاهم. يا استاذ احنا جينا هنا وقابلنا الاستاذه عزه ومضينا العقد. هنا في المكتب ده يا فندم؟ ايوه يا أساتذة، المكتب ده بتاعي من 10 سنين، وإذا كان صاحب الشقة بقى باعتكم عشان تشتغلوني فأنا ممكن أوديكم في 60 داهية. بقول لكم إيه؟ المكتب ده مكتبي، وروحوا قولوا له بقى أنتوا الاتنين مش هزود الإيجار. يا باشا صلي على النبي، إحنا مالناش علاقة بصاحب الشقة ده أصلاً. لا بقول لك إيه؟ صلي على النبي أنت، صلي على النبي أنت، ده أنا محامي صايع وممكن أفضح نفسي عليكم وأدخلكم السجن كمان. يا أستاذ إحنا بنسأل سؤال حسن، إحنا كل اللي عايزين نعرفه عنوان صاحب الأرض. لا سؤال حسن ولا سؤال حسين، وتفضلوا اخرجوا بره بقى بدل ما أوديكوا في 60 داهية. يا سرساوي! أنت جاي ليه؟ وعايز مننا إيه؟ ممكن نتكلم جوه؟ عمر ما كان بيني وبيني غير كل خير، وانت اكيد عارفه وحاسه بقلبك الحنين. تفتكر ان انا ممكن اصدقك؟ لا. طب عايز مننا ايه يا سعيد؟ مش برضو اسمك سعيد؟ ايوه عايز فلوس اللي عندكم يا حاج. حظي الاسود خلاني اسافر بباسبور ابني، الفلوس كلها تبقى باسمه. وسافرت بباسبور ازاي؟ جالك منين؟ ابني فين؟ معرفش. انا كنت عايز اسافر، رحت لواحد بيضرب باسبورات اداني باسبور ابني. والله لما تحلف لي على مصحف مفتوح ما هصدق. هو ده اللي حصل. اسالي نفسك الفلوس اللي معاك دي جت منين ومصدرها ايه؟ فلوس ايه؟ انا مش هممني الفلوس، انا عايز ابني. معرفش ابنك فين، كل اللي عارفه انه حصلت له حادثه. حادثه؟ يعني مات؟ امال ليه كنت بتعشمني انه عايش؟ ليه؟ انا مش عارف ان كان ميت ولا عايش. انا كل اللي هممني شقة عمر اللي طار وبقى في لحظة في ايديكم. مالكش فلوس عندي؟ هات لي ابني؟ او التربة اللي هو مدفون فيها؟ اديك فلوسك.
مش انت قلت لي ان الاستاذه عزه سابت المكتب وكل القضايا راحت للاستاذ مكرم؟ قلت لك ايه يا استاذ؟ انا اول مره اشوفك، اول مره اعرفك. دول اكيد حد مسلطهم علينا يا استاذ. مسلطنا عليكم؟ مين يعني هيسلطنا عليك؟ احنا كل اللي عايزين نعرفه صاحب الارض عنوانه فين؟ ارض؟ هي الحكايه كمان فيها ارض؟ لا دول اكيد شويه نصابين يا استاذ. استاذ ابراهيم، تقدر تقول لي الحكايه دي تمت يوم ايه بالظبط؟ الجمعه اللي فاتت، لا اللي قبلها، وجينا هنا وقعدنا في المكتب ده مع الاستاذه عزه، وانا جيت اول امبارح وقابلته هو، وهو اللي قال لي انها سابت المكتب وان القضايا كلها راحت لحضرتك. سرساوي. نعم يا استاذ. المكتب يوم الجمعه قافل ومحدش بيجي المكتب يوم الجمعه غيرك انت، ممكن بقى تقيلي من الاخر كده وتقول لي ايه الحكايه بالظبط؟ لان السخونيه بتاعتك دي مشككاني فيه. صدقني يا استاذ، دول جايين يخربوا بيتي، دول اكيد شويه نصابين. طيب انا جاي معاكم يا جماعه، يلا بينا نروح الاسم، وفي الاسم هنعرف كل حاجه. لا اسم ايه يا استاذ؟ عايز توديني الاسم بقى خدمتي معاك. هو مفيش غير الاسم. يلا يا حريه. لا يا استاذ، ابوس ايدك. ابوس رجلك يا استاذ، ده راجل صاحب عيال، انا هقول على كل حاجه. ها قول يا سرساوي. انا هقول على كل حاجه يا استاذ، بس عايز حضرتك تسامحني. ما تنطق بقى، طلعت روحنا، هما فين؟ والله العظيم ما اعرف. ايه ده يا استاذ ابراهيم؟ هو هيتكلم ويقول كل حاجه من غير ما تمد ايدك عليه. انا كنت قاعد هنا يوم الخميس، ودخل عليا اتنين بهوات محترمين. يلا يا بنات سيبوا اختكم بقى ويلا سبقوني على البيت. يلا يلا خلصي انت وهي، عقبال ما اتجوزكم واخلص منكم يا رب. ايه ايه على فين يا بنات؟ استنوا اشربوا حاجه ساعه. خلصي، ده في حاجه ساعه كتير قوي جوه في الثلاجه. الف مبروك يا سلامه. الله يبارك فيك يابا. على فين ما تبات هنا؟ لا عشان تاخدوا راحتكم. فاكر يا واد يا سلامه لما فضحتني في الحاره لما كنت بتجوز عنايات؟ انزل انا بقى افضحك في الحاره. سلامه، مش هوصيك يا سلامه، خلي بالك من البيت. ما تخافيش، عزه في عينيا يا خالتي. عزه مين؟ تعالي تعالي، يلا بينا يا ام العروسه يلا. انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي. وانا كمان. اجيب لك حاجه تاكليها؟ طب تشربي حاجه ساقعه؟ في حاجه ساقعه كتير قوي جوه. اقوم انا احضر لك العشاء. لا ربنا يخليك، انا مش جعان، ده انا كاني واكل خروف بحاله النهارده. يا عز انا مش عز، انا ظريفه. عزة؟ هو لطفي الغالي ضحك عليا ولا ايه؟ مش انتي عزة؟ قلت لك انا ظريفة. يبقى ضحك عليا. هو بيعمل فيا كده ليه؟ انا اديته كل حاجة، خد مني كل الفلوس اللي هو عايزها. هو بيعمل كده ليه؟ ايه الحكاية بس ما تفهم؟ شيلي ايدك، ما تلمسنيش. انا بتاع عزة وبس، ما حدش يمسكني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك بس يا سلام؟ انت اتفقتي مع الوسط عليا، فاكراني مش هاخد مالي؟ متفقه معاه على ايه ومش هتاخد بالك من ايه؟ بس يا سلامة، انت كدابة وهو كمان كداب. الله يسامحك. فين هدوم عزة؟ هدوم مين دي؟ هدوم انا يا اخويا. خدي ومشي، يلا خدي ومشي. انت بتعيط على ايه؟ بعيط على حظ المهبب. انت لسه واقفه ليه؟ امشي اطلع بره، امشي.